كرمت الأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية ساند هيرس بحضور الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة أمس اثنين من ضباط الجيش الكويتي الدارسين وحصولهما على السيف الدولية وميدالية القائد. وقال وكيل وزارة الدفاع الشيخ عبدالله مشعل الصباح، قال إن الاحتفالية ذات طابع خاص إذ تتزامن والذكرى 200 على إنشاء الأكاديمية وأول حضور للملك تشارلز الثالث في حفل تخرج الطلبة. في مراسم تاريخية خلال الاحتفال بالذكرى 200 لتخرج العسكريين من أكاديمية ساند هيرست الملكية والأولى في عهد الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، كرمت الكلية العسكرية العريقة اثنين من ضباط الجيش الكويتي، حيث حرص الملك تشارلز الثالث على تقليد الضابط جابر سعد الصباح بالسيف الدولي المسجل باسم دولة الكويت، تقديرا لتميزه وحصوله على أعلى الدرجات بين الطلاب الدوليين. أنا سعيد جدا اليوم بتحقيقي لجائزة سيف الشرف الدولي، وأنا من هذا المكان أهدي هالإنجاز إلى لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، ولمقام سيدي ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح، وحبيت أهدي هالإنجاز لقيادتي السياسية والعسكرية بالجيش الكويتي. الحفل الذي شهد حدثا استثنائيا بتغيير الألوان الملكية الجديدة للملك تشارلز بعد 70 عاما، شهد تقليد الضابط عبد الله خالد الصباح بميدالية القائد والتي تمنح بشكل استثنائي إلى الطلاب المتميزين خلال التدريبات والدراسة، والتي تعد أعلى شرف وتقدير يحصل عليه طالب بالأكاديمية العسكرية الملكية المرموقة. يشرفني أن أتقدم إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظه الله، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد حفظه الله، أن أتقدم بالإنجاز والتكريم الذي حصلت عليه ميدالية القائد للتميز بامتياز، وكذلك زميلي الطالب ضابط جابر سعد الصباح الذي نال على سيف الكويت من كلية ساند هيرست العسكرية. وكما يسرني أن أشكر الأخوة في الملحق العسكري على النصح والتواصل الدائم، وأؤكد إلى القيادة السياسية حرصنا الدائم في رفع اسم دولة الكويت في المحافل العسكرية الدولية. الحفل الذي شهد حضورا كبيرا من عدد من الملوك والأمراء يتقدمهم الملك عبد الله ملك الأردن، وكذلك وكيل وزارة الدفاع وسفير دولة الكويت وعدد من السفراء المعتمدين في بريطانيا. طبعا اليوم أيضا تأتي هذه الاحتفالية بطابع خاص كونها ذكرى 200 على إنشاء هذه الأكاديمية، وأيضا الحضور الأول لجلالة الملك تشارلز الثالث ليحضر فيها تخريج الكلية، فهي عدة مناسبات ومناسبات تدعو للفخر والاعتزاز. هذا إنجاز مهم في الذكرى 200 للأكاديمية الإنشاء الأكاديمية العسكرية، وحضور جلالة الملك تشارلز الذي كرمهم بنفسه، وهذا إنجاز كبير وأيضا نفتخر به بشكل كبير ونبارك لهم. تكريم اثنين من أبناء دولة الكويت بأكاديمية ساند هيرست العسكرية يعكس مدى التميز والقدرات العالية التي يتمتع بها ضباط وجنود الجيش الكويتي. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت من داخل أكاديمية ساند هيرست العسكرية، لندن.